مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم مثل ما وعدتكم أشرح المين ايدياز بتشابتر 2 بالبوتاني، وحأشرح من خلال الكتاب، يعني عن الكورس اللي أنتم مسؤولين عنه. أوكي، طيب تشابتر 1 Organization of Living World حكينا عنه هذيك المرة. هلأ بالنسبة للي معه PDF موجود باللينك لدرايف، كل شيء بالأصفر معلم، يعني هذا it's not required، يعني هذا منكم مسؤولين عنه. طيب نجي لتشابتر 2. التشابتر 2 اللي هو بيحكي لي عن أنواع الفيرست كينجدوم اللي حكينا عنه، اللي هني البروكاريوتس، اليوبكتيريا والأركيوبكتيريا. طيب منبلش بالأول بالجنرال كاركتيرستيكس. General characteristics of this chapter will talks about the bacteria and the archaeobacteria، أنواع البكتيريا والأركيوبكتيريا، وكل وحدة من شو مؤلفة، السيتوبلازم اللي إلها كيف، أنواعها، examples عن. Okay, let's start in the beginning. إنه البكتيريا هني كلنا بنعرف إن they are prokaryotic وهني microorganism، يعني أنا ما بقدر شوفهم بعيني المجردة، they are micro يعني صغار. They are the simplest and most abundant. شو بقصد أنا بهيدي الجملة؟ بهيدي الجملة أنا بقصد على الرغم من أنهم هن أصغر شيء بهال living world بهال earth، بس هن أكتر شيء موجودين كتير بكمية كتير كبيرة. Their expansion is due to their high metabolic diversity and their rapid division. يعني أنا ممكن لقي بكتيريا واحدة فجأة صارت 100. هذا السبب الـ rapid division تعولهم هو سبب بخليهم يكونوا بهيدي الكترة بالأرض تعول. طب هلا نحن لازم نعرف شغلة، انه اختصر هاي، نحن بنعرف انه البكتيريا منا كلها مضرة، في عندي بكتيريا كتير مفيدة كرمالك بنعتبرها انه هي عندها economic conditions او economic products مثل الفيتامينز الانتيبيوتكس، وكمان عندي decomposing recycling. مثلا في انواع بكتيريا بتستعمل بتكرير المياه، تكرير مياه المجارير بيستعملوا بكتيريا. هلا حنحكي اي نوع من البكتيريا اللي هن الميثانوجينز. اوكي، بس عندي بكتيريا بيكونوا مضرين، بيعملوا لي ديزيز بقلب الانيمال او البلانت سيلز. اوكي، ذس از از جنرال كاركترستكس. خلينا ننتقل للمرحله الثانيه. الجزء الثاني حنحكي عن الستراكشر اند كاركترستكس اوف يو بكتيريا اند اركيوبكتيريا. المورفولوجي حأحكي عنها، عن أنواع، يعني عن أشكالها. عندي أنا ثلاث أشكال، يا أما راوند، أو هذه كلمة راوند بسميها كوكس، أو بسميها أوفل يعني شكلها مدور، يا أما عندي تاني نوع اللي هو باسيلس، يا أما عندي النوع الثالث اللي هو سبايرل. أوكي، سبايرل كلنا نعرف يعني سبايرل، باسيلس هيك مطاول، والأوفل مدور. طب شو يعني ديبلو باسيلس؟ شو يعني ستريبتوكوكس؟ شو يعني ديبلو كوكي؟ شو يعني ستريبتو باسيلي؟ طيب خليني اجي على هيدا الرسم لهون. طيب هيدا الرسم اللي هون، هيدي كوكس طبيعية الون. اوكي، هيدي ديبلو يعني هي لما عملت ديفيجن هاي ضلت اثنيناتهم، يعني هي لما اجت عملت ديفيجن صارت هيك، يعني مش انقسمت صارت جزئين، ضلوا الاثنين الدوتر سيلز تعولها ضلوا ملزقين ببعض. ستريبتو هي اكتر من اثنين. نفس الشيء بالنسبة لهيدي الكوكو باسيلس كيف شكلها، البسلة العادية، والدبلو باسيلي وستريبتو باسيلي، يعني بس عملت هاي ديفيجن لايكو كيف ضلوا ملزقين ببعض وما انفصلوا. تمام، هي معنى. طيب شو الفرق بين سبايرلا وسبيروشيست؟ السبايرلا شايفين كيف تجي شكلها هيليكل، سبايرلا سبيروشيست هني منهم، هني هيليكل بس هني كتير فلكسبل، يعني حركتهم كتير أسرع من حركة السبايرلا. أوكي، بالنسبة للفايبروس، الفايبرو اللي هي كمان نوع من السبايرل، اللي هي بتجي هيك شكلها كيرفد، يعني معكوفة عكف سوري هيك. تمام، هذا بالنسبة للمورفولوجي للي إلهم اللي حكيته موجودين بهديك الباراجراف اللي إلهم. نجي للسيتوبلازم. The bacteria prokaryotic cells have no nuclei. شو عندي بدل النيوكليو؟ أنا بعرف إنه no nucleus، يعني no nucleus يعني no organelles، صح؟ بس أنا بدل النيوكليوس شو عندي بالبروكاريوتيك سيل؟ عندي النيوكليويد. اوكي، هيدي النيوكليويد هو بدل النيوكليوس عندي بالبروكاريوتيك سيل. ما عندي اندوبلازميك ريتيكولوم، ما عندي جولجي اباراتوس، ما عندي لايزوزومز. هادي شو هني؟ هادي اورجانلز. هالاورجانلز بالجسمنا نحن مثلا او بالانيمال سيل ان جنرال موجودين وين؟ بقلب
النيوكليوس. انا لان ما عندي نيوكليوس فما عندي هذول الاورجانز. البلازما ممبرين انكلوزز ا دنس سيتوبلازم بنسميه سيتوزول ذات كونتين رايبوزومز اند انزايم نيدد فور ميتابوليك اكتيفيتيز. طيب هيدي البلازما ممبرين اللي موجود بقلب السيتوبلازم بيحتوي لي على انواع من الانزيمز او انواع من الرايبوزومز اللي هن مسؤولين عن الميتابوليك اكتيفيتيز ليحافظوا على البكتيريا. في عندي بكتيريا عندهم غاز فاكيولز، هيدا الغاز فاكيول هو اللي بيساعدها لحتى تقدر تعمل فلوتينج، يعني تقدر تطوف على وجه المي بالاكواتيك دومينز، هم بنسميهم بلانك تونيك بكتيريا، يعني هن اللي بيقدروا يطيروا على يقدروا عفوا يطوفوا سوري بيقدروا يطوفوا على وجه المي من خلال شيء بنسميهم غاز فاكيولز. طيب الدي ان اي اللي لها، خليني محي هو الدي ان اي اللي لها، شو لازم اعرف عن الدي ان اي؟ الدي ان اي اللي لها شو بي سيركولر، اوكي سيركولر، وهي سينجل مانو دبل، وكمان موجود بقلب النيوكليويد. سينجل سيركولر كروموزوم، هو دبل ستراندد. كمان عندي شيء اسمه بلازمت بقلب البكتيريا. البلازمت هو اكسترا، عفوا البلازمت هو اكسترا كروموزوم الدي ان اي مولكيول. دي ان اي مولكيول بس زياده عن اللي انا بعزتهم، مش كتير 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 صغار، وهن ريزيستنت فور انتي عفون انتي بايوتكس. اوكي هالفكره لحد هون. هن البلازمات حكيت عنهم، هن اكسترا كروموزوم الدي ان اي ذا ار كيبل اوف ريبليكيتنج اندبندنتلي بلازمز اوف امبير جينز ذات كونفيرز ريزيستنس تو انتي بايوتكس. يعني هودي البلازمات اللي هن اكسترا عندي اكسترا كروموزومز بيحتوى على جينز، هول الجينز مسؤولين عن عن شو قلنا عن الريزيستنس للانتي بايوتكس. طيب هلا بنجي عن السيل ممبرين. السيل ممبرين هو النوع اللي بدي احكي البارت اللي بدي احكي عنه رايت ناو. السيل ممبرين هو عباره عن اول شيء سيلكتيفلي بيرميابل. بيرميابل يعني بمرق اشياء. طب كيف بمرق هالاشياء؟ هل شو ما كان اجا بمرق؟ اكيد لا، ما حيفوت شيء بضر السيل، بضر اللي لها بضرها، فبالتالي هو سيلكتيفلي يعني بفوت اشياء خاص. تمام، هي اول فكره. تاني فكرة الفوتوسينثيتيك بكتيريا، الفوتوسينثيتيك بكتيريا هن اللي بيعملوا فوتوسينثيسز، عندهم شيء اسمه ثايلاكويدز. هذا الثايلاكويد هو الأوريجين of photosynthesis. خلينا نشوف هذه الرسمة. origin of photosynthesis كيف يعني؟ يعني محل ما بتصير، يعني هو part من الممبرين. انا عندي ممبرين، بقلب هذا الممبرين عندي شيء اسمه thylakoid. هذا الثايلاكويد هو مسؤول عن الفوتوسينثيسيس، يعني هو المحل اللي بيصير انا عندي photosynthesis. تمام، كمان شو عندي؟ محوطة هي بسيل وول، هذا السيل وول اللي إلها، هي هذا السيل وول اللي إلها محاوطة بهذا السيل وول. هذا السيل وول شو الفانكشنز اللي لقاله؟ هو بيعطي بروتكشن، بيعطي ستيفنس، بيعطي ريزيستنت تو اوزماتيك بريشر. شين ريزيستنس تو اوزماتيك بريشر؟ اوزماتيك بريشر لما يصير عندي كمية مي كتير كبيرة، كمية المي اللي كتير كبيرة ممكن تؤدي انه هيدا السل تنفجر، فهيدا السل وول بحافظ انه هيدا السل ما يصير لها شيء. بالنسبة للكبسول، الكبسول ملغية هديك السنة، كانت مفروض السنة كمان تكون فكرتها ملغية، بس هي كمان بتعطي بالصم بكتيريا، ما انا موجودة بكل البكتيريا، وهي كمان بتعطي بروتكشن كتير قوية للبكتيريا اللي انا ان كانت فاتت بجسمي او اي شيء. طيب نجي بنحكي عن الفلاجيلا. انواع الفلاجيلا بالتفصيل هي منا مطلوبه، ما هو منا مطلوبين، بس الفلاجيلا مثلا هيدي البكتيريا، هاي الفلاجيلا اللي لها، الفلاجيلا هي بتساعدني على شو الموتيليتي. شو يعني موتيليتي؟ يعني موفمنت، موفمنت يعني بتخلي يصير في عندي حركه بقلب بتخلي البكتيريا تتحرك. طيب نجي بنحكي عن العنوان الثالث اللي هن البيلي اند فيمبري. البيلي والفيمبري، الفيمبري هن فيلامنتوس ستراكتشر، يعني هيك اشياء مطاوله، فيلامنتوس ستراكتشر ستراكتشرز. شو بيساعدوا؟ هو بخلوا هيدي البكتيريا، يعني هيدي البكتيريا لها حوالها فيلامنتوس ستراكتشر، هو بنسميهم شو؟ الفيمبري.
هول فامبري بيخلوا هيدي البكتيريا تعلق على السورس اوف فود، لنعتبر هيدا فود، بتجي هاي البكتيريا بتعلق عليها من خلال هيدا الفامبري. اوكي، هاي بالنسبه للفامبري. بالنسبه للبيلاي، البيلاي هني كمان اطول من الفامبري. اول شيء البيلاي شو الديفرنس بيناتهم؟ هني longest than فامبري، longest than فامبري، وكمان بتعمل، هي بتخلي يصير في عندي conjunction. يعني شو يعني conjunction between two bacteria؟ يعني هاي بكتيريا وهاي بكتيريا بيعملوا conjunction، يعني exchange genetic material. مثلا هاي بكتيريا عندها بلازمة زيادة بدها تعطي التاني، من خلال مين بتعطيهم؟ من خلال ال P لاي. اوكي، يعني بتخلي يصير في conjunction بيناتهم. كل شيء عم بحكيه بكون، يعني كل شيء حكيته هو موجود هون. بالنسبة some pili are also pathogenicity، يعني بيخلوا هيدي البكتيريا تكون مضرة، يعني هني بيكونوا مسؤولين عن هيدا الشيء. طيب البيج اللي بعدها الكيموتاكسس and phototaxis. الكيموتاكسس والphototaxis شو معناتهم؟ كيموتاكسس هو كل شيء اللي بياخد source of energy from chemical stimuli، يعني من stimulus بس تكون chemical. phototaxis هن اللي بياخدوها from light، يعني بيكون stimuli طبيعي من اللايت. هذا تعريفهم هياهم. metabolic diversity، هلأ هاي كلها باختصرها بهيدا التابل. هيدا التابل شو يعني autotrophs؟ autotrophs هن اللي بيستعملوا CO2 ككربون سورس، يعني لحن بياخدوا الكربون من خلال مين؟ من خلال CO2. اما بالنسبة لل الهيتروتروفز هني بيستعملوا الأورجانيك كومباوندز، هني أورجانيك كومباوندز لحتى ياخدوا السي او 2. شو يعني فوتوتروفز؟ الفوتوتروفز اللي هني بياخدوا الانرجي من وين؟ هلا كنا عم نحكي عن الفوتو، يعني بياخدوا الانرجي من اللايت. كيمو بياخدوا الانرجي من الكيميكال ستيمولاي. طيب الفوتوتروفز بياخدوا الانرجي من اللايت، اما الكيموتروفز بياخدوا الانرجي من الأورجانيك او الانأورجانيك كومباوندز. طب شو يعني فوتو اوتوتروف؟ شو يعني فوتو هيتروتروف؟ شو يعني كيمو اوتوتروف؟ شو يعني كيمو هيتروتروف؟ الفوتو اوتوتروف هن اللي بيستعملوا اللايت as a source of energy وبياخدوا الكربون من السي او 2. الفوتو هيتروتروف هن اللي بيستعملوا اللايت source of energy بياخدوا الكربون من الاورجانيك كومباوندز. الكيمو اوتوتروف هن اللي بيستعملوا الكيميكال ستيمولاي سورس اوف انرجي وبياخدوا الكربون من السي او 2. اما الكيمو هيتروتروف هن اللي بيستعملوا الكيميكال ستيمولاي لياخدوا انرجي وبيستعملوا الاورجانيك كومباوندز لياخدوا السي او 2. هلا اللي حكيته كمان موجود هون فوق. بنجي لل الفاست ميجوريتي، يعني التايبس اوف هيترو، خليني اكتبها التايبس للهيترو تروفز. مين هني؟ هني السابروفايتس، سيمبيوتيك، وعندي الشيء الثالث اللي هو الباراسيتيك. شو يعني سابروفايتس؟ السابروفايتس هني ديكومبوزرز، يعني بيتحللوا ديكومبوزرز، بيستخدموا الكربون من الديد اورجانيزم، وهني ممكن يكونوا ايروبيك وانايروبيك. شو يعني ايروبيك؟ ايروبيك يعني ما بيقدروا يعيشوا without oxygen، بيحتاجوا لأكسجين. anaerobic هني ما بيعازي لأكسجين، don't need oxygen. يعني saprophytes هني decomposers، بيستعملوا الorganic molecules اللي موجودين بقلب السويل لحتى يقدروا يعيشوا. symbiotic هني عندهم بصير في اثنين organisms، هول اثنين organisms بيستفيدوا من بعض، اثنينهم مستفيدين. هي بتعمل fixing للنيتروجين، يعني بتعمل fixing للاتموسفيريك نيتروجين، في بالاتموسفير نيتروجين بتيجي بتعمل لها fix لهيدا الاتموسفير عليها. الباراسيتيك واللي هن الاخطر هني بيستعملوا الاورجانيك ماتر تاع مين؟ تاع living، يعني بيعيشوا على الاشياء العايشة، مش مثل السابروفايت بيعيشوا على الداد، لا بيعيشوا على العايشين. وكتير باراسيتيك، يعني كتير بيعملوا ديزيز، causes diseases for animal and plants. اوكي، هاي بالنسبة لانواع الهيترو تروفز. بنجي للإفكتس اوف external factors. الاكسترنال factors بدي اشوف اذا في صفحة شوي فاضية، خلينا نكتب هون الاكسترنال فاكتورز. شو هن الاكسترنال فاكتورز اللي بيأثروا لي علي؟ عندي قلنا الايروبيك، عندي انايروبيك، وعندي فاكولتيف.
فاكيوليتيف انايروبيك. طب شو الفرق بيناتهم؟ الايروبيك هادي ليف ان بريزنس اوف اوكسجين، انايروبيك ليف without oxygen، الفاكيوليتيف ليف with or without، يعني ما عندها مشكلة، يا بتعيش مع الأكسجين يا بتعيش بلا الأكسجين. أوكي، هاي بالنسبة لأول external factor ممكن يأثر لي. طب شو الاكسترنال فاكتور التاني اللي ممكن يأثر لي؟ عندي التمبريتشر، صح؟ طب خلينا نحكي عن التمبريتشر. شو هن عوامل التمبريتشر؟ عندي psycho فيليك، عندي الميزو فيليك، عندي مودريت ثيرمو فيلز، وعندي اكستريم ثيرمو فيلز. طب شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو انه البسايكوكلوروفيل بتعيش at low temperature، هيدي بتعيش at moderate، يعني temperature ما بينها بين، هي at high temperature، هي a very high temperature، بدها temperature كتير 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 عالية لتعيش الاكستريم ثيرموفيل. خليني ارجع back محل ما كانت، كنت انا هون الاكسترنال فاكتورز اللي هون انا اختصرتهم بتيبلز هونيك فيكن توصلوا له. طيب اول شيء هلا اول نوع من هيدا هن اليو بكتيريا، اول نوع انا بدي احكي عنه بقلب الكينغدوم اوف بروكاريوتس هي اليو بكتيريا. طيب اليو بكتيريا عندها سيل وول، السيل وول بيعطيني تقسيم لتو تايبس اوف سيل اوف يو بكتيريا، جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا. شو الفرق بين جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف؟ خلينا نطلع هون. الجرام نيجاتيف بكتيريا عندها هذا اللاير اللي هون اسمه بيبتوغلايكان لاير، شو به ثين، عندها هي ثين بيبتوغلايكان لاير، وعندها اوتر ميمبرين ثيك، هي اوتر ميمبرين ثيك مؤلف من ليبو بوليسكارايدز. اوكي، اما الجرام نيجاتيف بكتيريا، جرام بوزيتيف بكتيريا عندها have one thick layer، عندها thick layer of peptoglycan بس ما عندها outer layer. اوكي، يعني الجرام بوزيتيف عندها one layer اللي هو thick layer of peptoglycan، الجرام نيجاتيف عندها two layers اللي هو thin layer of peptoglycan و thick layer of شو of a layer اللي فوق. تمام، فهذا الشيء بيخلي اكيد الجرام نيجاتيف كتير اخطر من الجرام بوزيتيف بكتيريا. ليه؟ لانه الجرام نيجاتيف كتير كبير، يعني تكسيره منه سهل. اوكي، ما هودي اللي حكيتهم كمان موجودين فوق. بيجي للاندوسبورز، الاندوسبورز مش مطلوب منكم تعرفوا كتير تفاصيل عنه، انا اللي حكتب شو مطلوب منكم تعرفوا هون. الاندوسبورز مطلوب تعرفوا منكم منهم اول شيء هن فورمد ان سيل وول، موجودين بقلب سيل وول. اوكي، هني موجودين بالجرام بوزيتيف بكتيريا، هني ممكن هني فورمد ديو تو لا فورمد ديو تو لاك ان نيوترينتس، لانه عندي نيوترينتس لاك نيوترينتس، ذي ار نوت نون ريبرودكتيف ذي ار نون ريبرودكتيف. شو كمان بدي، they are remain many years، يعني بيعيشوا كتير، remain for many years. اوكي، هيدي بدي اياكم تعرفوا عن الاندوسبورز. شو كمان، البكتيريا increase in ability to survive by producing endospores، هودي بيعيشوا على انواع حراره من 80 درجه، يعني ما بيموتوا على الحراره العاليه. بنجي للسيانوبكتيريا، للسيانوبكتيريا اللي هي كمان نوع من البكتيرياز. اول شيء شو بدي منكم تعرفوا فيها، بدي منكم تعرفوا انه السيانوبكتيريا هي بلوش جرين، لونها بلوعه جرين. اوكي، هي فوتوسينثيتك، تعمل فوتوسينثيتك، هي فوتوسينثيسز. هي جرام نيجاتيف بكتيريا، هذيك شو قلنا جرام بوزيتيف، هذه جرام نيجاتيف بكتيريا، هي اكواتيك، اكواتيك يعني بتطوف على سطح الماء. عندها ثايلوكوتس، يعني محل ما بيصير لنا الثايلوكويد هي origin of photosynthesis، هي عندها ثايلوكويد. من شو مؤلفة؟ مؤلفة من كلوروفيل A
كلوروفيل اي مؤلفة من كاروتينويدز اللي هن نورون تقريبا على اورنج كولر، مؤلفة من شيء اسمه فيكوبلينز. فيكوبلينز هن اللي بيحددوا لها اللون الاساسي اللي لها. عندي نوعين منهم، عندي فيكو اريثرين وعندي تاني نوع هي فيكو سايانين. هيدا لونه بلو وهيدا لونه رد. اذا كان عندي فيكو سايانين اكتر من فيكو اريثرين بكون لونه بلو، هي اللي بتحدد لي. بدنا ننتبه لشغلة انه هي دايما يونيسيلولر، حتى لو كانت ان كولونيز، حتى لو انا شفت بكتيريا هيك مجمعين حد بعض هي كولوني، حتى لو كان ان كولوني البكتيريا دايما يونيسيلولر منو المالتي سيلولر. برجع بقول معكم بالسيتولوجي هلا. اوكي، السيانوبكتيريا عندها كذا كذا نوع، ممكن تكون يونيسيلولر، ممكن تكون ان كولوني، ممكن تكون فيلامنتس. اوكي، كل شيء حكيته هي هون، انا ما حكيت شيء من عندي، كله من هون. طب نجي للنوع الثاني اللي هو المايكوبلازما. المايكوبلازما هي كلمه بلانكتونيك هلا حكيت عنها. بلانكتونيك هن بيعملوا فري تو سويمينج، بيقدروا يسبحوا على المي. مايكوبلازما شو خصائصها؟ المايكوبلازما ما عندها سيل وول، نو سيل وول. اوكي، عندها ماني فورمز، عندها كتير اشكال، وهن كتير باراسيتيك، يعني كتير ميك ديزيز، they are parasitic. اوكي، من بعد المايكوبلازما بنحكي عن، جينا لتاني نوع من البكتيريا من بعد الترو بكتيريا او يو بكتيريا، هي الاركيا بكتيريا. الاركيا بكتيريا حقلكم كمان شو لازم تعرفوا عنها، خليني اخذ صفحة فاضية. اوكي، اليو بكتيريا شو بدي منكم؟ الاركيا، اركيا بكتيريا شو بدي ممكن تعرفوا عن الاركيا بكتيريا؟ بدي ممكن اول شيء تعرفوا ان هي بتحتوي على يوجوال انيوجوال عفوا انيوجوال ليبو بروتين. وين؟ بالممبرين تعيلة. كرقم اثنين، عندها ار ان اي بوليميريز. هذا الار ان اي بوليميريز كتير بيشبه التعيل اليوكاريوتس، بيشبه اللي عنا. يعني اول شيء it's so old، يعني هي اكتشفوها قبل بكتير من آلاف السنين. كمان بدي ممكن تعرفوا انه ما عندها نو بيبتوغلايكنز بالسيل وول. نحن قلنا هونيك بالترو بكتيريا عندي بيبتوغلايكنز بالسيل وول. طب هي إلها أنواع، شو أنواع على الأركيا بكتيريا؟ عندي الميثانوجينز، هذا اللي حكيته هلأ، هاد تابل هلأ برجع له. عند الميثانوجينز، الميثانوجينز شو خصائصهم؟ الميثانوجينز، ميثانوجينز خصائصهم كتير هينين. أول شيء they produce methane CH4، هن strict anaerobic chemotrophs. طب هذه الجملة كلنا بنعرفها، anaerobics بيعيشوا بلا أكسجين، chemotrophs يعني بيستعملوا الchemical substance ليطلعوا الانرجي تعولون. هن بيعملوا producing الميثين قلناها، ممكن يكونوا autotrophs ممكن heterotrophs. هني بيستعملوا الامونيوم، الامونيوم اللي هو NH4 بلس، لحتى يعملوا سورس للنيتروجين، لحتى ياخذوا النيتروجين منه. هني بيستعملوهم كديكومبوزرز، وكمان بيستعملوهم بالفيول برودكشن. شوفوا هالعمليه، هي عمليه تكرير المي، كان بيستعملوا بالفيول برودكشن. هذا بكون تعرفوا عن الميثانوجينز. نجي للهالو بكتيريا. شو يعني كلمه هالو بكتيريا؟ كلمه هالو، خليني نحط ارقام. هالو بكتيريا يعني سولت، يعني كتير بتحب السولت. الهالو بكتيريا كتير بتحب السولت، منه مطلوب ممكن منكن تحفظوا وين موجودين، بس مطلوب تعرفوا منكن ان هي بتحب السولت كتير. الهالو بكتيريا هي ممكن تكون ايروبيك، او هي ممكن تكون ايروبيك، هي ايروبيك قصدي، وكمان هي كيموتروفيك، كيموتروفيك مع ايروبيك. في منهم اللي بيستعملوا الـ ATP لحتى الـ ATP، بيستعملوا ATP لحتى يطلعوا البروتين تعولون من خلال شيء بنسميه بكتيريور هايدروسوفن هي. وكمان they are، هلا اللون هون مطلوب ممكن اعرفوا انه هو لونهم بينك، موجودين ككولونيز يعني مجمعين حد بعض. الاكستريم ثيرموفيلز، الاكستريم ثيرموفيلز او ثيرمو اسيدوفيلز، الثيرموفيلز هني بيعيشوا على هاي تمبريتشر أكتر من 80 ديجري، أكتر من 80 ديجري سلسيوس، بيعيشوا at low pH، كرمال هيك منقلهم كمان acidic. ال pH اللي قلهم تقريبا range between 1 لل 4، وهن strict anaerobic
روبيك يعني بيعيشوا at without oxygen، منهم بيعجلوا أكسجين. آخر نوع عندي هو الثيرموبلازما. الثيرموبلازما بشو بتتقسم؟ الثيرموبلازما بشو بتتميز عفوا الثيرموبلازما؟ هني سمول، هني ممكن يكونوا فيلامنتوس، شو بعد لأتذكر ممكن يكون سفيريكل. أوكي ما عندهم سيل وول، نو سيل وول. ممكن يكونوا أنايروبيك، ممكن يكونوا أيروبيك. هني بيعيشوا على تمبريتشر بتوين 30 ل 80، هلا ادق من 30 يعني تقريبا 32 ل 80 ديجري سلسيوس. قلنا ما عندهم سيل وول وهن بس هول الافكار اللي بدي منكم تعرفون. طيب بالنسبه لهيدا التشابتر، هذا كان تشابتر 2. تشابتر 2 تشابتر هلا هو بتحسوا شوي كبير بالمعلومات، بس المعلومات اللي انا قلتها مثل ما هي بتدرسوها لا اكثر ولا اقل. بعد في التيبل صح، وين التيبل؟ هيدي التيبل اكيد انتو بتعرفوا الفرق بين هيدي، اكيد تحفظوها، الفرق بين البكتيريا، بين الاركيا بكتيريا وبين اليوكاريا. هودي نوع من البروكاريوتس، هيدي شو يوكاريوت. اوكي شو يعني السيل تايب؟ بروكاريوتيك، بروكاريوتيك، نيوكليير انفلوب، ابسنت، ابسنت، بريزنت، نمبر اوف كروموزوم. عندي ماني كروموزومز بجسمنا، بس انا عندي وان سيركولر، انا قلت لكم سنجل سيركولر كروموزوم موجود بالبكتيريا. الكروموزوم شيب سيركولر، هوني لينير بتعرفوا. البيبتوغلايكين بالسيل وول انا هلا حكيتها، بالبكتيريا عندي بالجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، بس بالاركيا بكتيريا اتس ابسنت، وباليو بكتيريا اتس ابسنت. ميمبرين ليبيدز، الليب الممبرين عليه ليبيدز، هود الليبيدز شو هن؟ استر واثر، استر واستر باليوكاريا والبكتيريا، وبالاركيا بكتيريا اثر. اورجانيز اكيد ما عندي اورجانيز لانه ما عندي نيوكليوس، بس عندي بريزنت بالجنرالي بقلب اليوكاريا. سايتوسكيلتون هو نوع من الاورجانيلز، اكيد منه موجود بالبكتيريا، موجود باليوكاريا. فوتوسينثيسيس ابسنت، ابسنت، بريزنت. عندي كلوروبلاست، مال الكلوروبلاست كمان اورجانيل موجود باليوكاريا. بس كاباسيتي تو جرو على المينو، يس فور سام سبيشيز. هلا كنا عم نحكي على الاركيا مثل الثيرمو او الاكستريم ثيرموفيلز، اكيد اليوكاريا ما بيعيشوا على هاي تمبريتشر كتير. هيدا كان تشابتر 2. اي استفسار بالنسبة لهذا التشابتر تواصلوا معي، هلا انا حنزله يوتيوب. يعطيكم الف عافية، موفقين.